بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلاب، طلاب الصف الحادي عشر مادة الأحياء، اليوم إن شاء الله سأشرح لكم درس النقل النشط. درس النقل النشط طبعا هو أحد أنواع النقل الخلوي، ويجب أعزائي الطلاب إنه في نهاية هذا الدرس إنك تكون قادر تجاوب على الأسئلة اللي موجودة أمامك. تأكد تماما إنك تستطيع أن تجاوب على هذه الأسئلة: ما المقصود بالنقل النشط؟ ما أنواع النقل النشط؟ كيف تحدث عملية البلعمة؟ وكيف تعمل مضخة الصوديوم والبوتاسيوم؟ نبدأ أولاً بالنقل النشط. النقل النشط هو عبارة عن إيه؟ ما المقصود بالنقل النشط؟ النقل النشط هو عبارة عن النقل الذي يحدث عكس منحدر التركيز، عكس منحدر التركيز، وبالتالي يحتاج إلى بذل طاقة، لازم استهلاك ATP في النقل النشط، لأنه يحدث عكس منحدر التركيز. على عكس طبعا النقل السلبي، طبعا أساسا يا أعزائي الطلاب في نقل سلبي بيكون مع المنحدر، والنقل النشط اللي هو عكس المنحدر. اليوم زي ما ذكرنا تركيزنا على النقل النشط، والنقل النشط عندنا إما أن يكون بواسطة الفيوات الغشائية أو أن يكون بواسطة مضخة الصوديوم والبوتاسيوم. في الفجوات الغشائية عندنا أهم عملية اللي هي عملية البلعمة. إذن أولاً سنركز على عملية البلعمة، وكما هو واضح من الصورة هنا، عملية البلعمة هي عملية بتتم بتكون نتوءات أو بروزات في الخلية. هذه النتوءات بتعمل فجوة، هذه الفجوة إذا افترضنا إنه هذه هي مثلاً مادة غذائية، المادة الغذائية بتكون في داخل الفجوة، تحيط بها هذه البروزات أو النتوءات، البروزات التي تحدث في الخلية تحيط بها تدريجياً إحاطة تامة. هنا طبعاً هذه توضح الخطوات. الخطوة الثانية أصبحت هذه المادة في الداخل، فتكونت هذه الفجوة، نسميها الفجوة الغذائية أو الحويصلة الغذائية، اللي هي بتكون فيها المادة الغذائية بالإضافة إلى بعض السوائل اللي هي السوائل خارج الخلوية، أصبحت داخل الخلية. أهم شيء إحنا عندنا هنا في البلعمة لازم نذكر إنه هنالك العضية اللي مسؤولة عن هضم وتحليل المواد اللي هي اسمها الليسوسوم. الليسوسوم، إذن الليسوسوم هو عبارة عن العضية التي توجد في الخلية وتعمل على هضم وتحليل المواد الغذائية لأنها تحتوي على إنزيمات محللة. طبعا حبايبي حيجي يتبادر في ذهننا، طيب الليسوسوم هذه التي تحتوي على الإنزيمات المحللة لماذا لا تهضم الخلية؟ يعني بمعنى آخر، لماذا لا تهضم الخلية نفسها؟ ليه الليسوسومات دي ما بتبتلع الخلية نفسها طالما الإنزيمات دي هاضمة؟ هذه الإنزيمات الهاضمة محاطة بغشاء، وهذا الغشاء بيعزل الإنزيمات عن السيتوبلازم بتاع الخلية، وبالتالي هذه الإنزيمات تقوم بصورة غير نشطة. إذا هذه الإنزيمات لا تنشط إلا إذا انفتح هذا الغشاء. فهنا نلاحظ إنه طبعا الفجوة بتاعتنا اللي هي تحتوي على المادة الغذائية التحمت مع الليسوسوم في هذه الخطوة، وانفتح الليسوسوم على الفجوة، وبالتالي استطاعت الإنزيمات أن تعمل على هضم وتحليل المادة الغذائية. هي كسرتها هنا، هي أصبحت إلى أجزاء صغيرة، بعد ذلك بيستفيد منها أو تطرح في السيتوبلازم، وإذا كان هنالك فضلات تخرج إلى الخارج. هذه الخطوات حبايبي الطلاب تشرحها بإيجاز كيف تحدث عملية البلعمة. إذن عملية البلعمة
هي عملية من أنواع النقل بواسطة الفجوات الغشائية، يعني تكون فجوة في الغشاء، كما هو واضح برضو في الصورة الثانية بتوضح لي إنه أحياناً بالليسوسوم اللي موجود أحياناً بيعمل على هضم وتحليل العضيات اللي في الخلية اللي بتكون خلاص لسبب أو لآخر انتهت أو أصيبت بشيء، يعني تتخلص منه، أصيبت بمرض معين أو يعني انتهت خلاص من أداء وظيفتها، أوكي، بتتجدد باستمرار كما واضح عندنا هنا في ميتوكوندريا، أوكي، وبيتم هضمها بواسطة الليسوسوم أيضا، فهذه بنسميها بلعمة ذاتية. هذه بالنسبة لعملية البلعمة. العملية الثانية أو النغل النشط النوع الآخر، إحنا قلنا البلعمة والنغل بواسطة مضخة الصوديوم والبوتاسيوم، هذه هي المضخة، مضخة الصوديوم والبوتاسيوم، وهذه المضخة بتعمل كما هو واضح على نقل الصوديوم والبوتاسيوم فقط، فقط حبايبي، طالما هي خاصة بشيء محدد موضح، الصوديوم والبوتاسيوم وليس غير ذلك. هذه المضخة إذا لاحظنا هنا في تركيبة فيها ثلاثة مواقع، هذه الثلاثة مواقع هي عبارة عن مواقع للارتباط بأيونات الصوديوم، وفيها موقعين للارتباط بأيونات البوتاسيوم. هذه المضخة بما أنها تعمل عكس منحدر التركيز، ما زلنا طبعا حبايبي نؤكد إنه إحنا نتحدث عن النقل النشط، فلا بد من استهلاك طاقة، أوكي، هذا حيظهر الـ ATP اللي هو جزيء الطاقة الـ ATP، فهذه المضخة لا بد أن تتفسفر، يعني لا بد أن ترتبط بمجموعة فوسفات حتى تستطيع أن تعمل. إذا لاحظنا هنا في الشكل عندنا هذه الكرات تمثل أيونات صوديوم وأيونات بوتاسيوم. في معلومة مهمة أعزائي الطلاب نحطها في بالنا، إنه هذه المضخة تعمل على إخراج الصوديوم خارج الخلية وإدخال البوتاسيوم وليس العكس، يعني هذه المضخة لا يمكن أن تدخل، لا يمكن أن تدخل صوديوم ولا يمكن أن تخرج بوتاسيوم، هي إخراج الصوديوم وإدخال البوتاسيوم. إذن مضخة الصوديوم بتعمل على، نؤكد، تعمل على إخراج الصوديوم، إذن هنا داخل الخلية وهذا خارج الخلية، أهو الصوديوم هنا من الداخل عايز يرتبط بالمواقع بتاعته، وهذه هي الـ ATP، جزيء الـ ATP حيرتبط عشان تحدث عملية الفسفرة. طبعا هذه الثلاثة تمثل مجموعات الفوسفات، يعني عارفين الـ ATP اللي هو الأدينوسين ثلاثي الفوسفات، فحيرتبط مجموعة فوسفات، وطبعا الـ ATP حتتحول إلى ADP. فنشوف هنا المضخة اهي، طبعا عندنا اثنين صوديوم داخلين، حتيجي الثالثة كمان تدخل لحد ما يرتبطوا ثلاثة، اوكي، ما الذي يحدث؟ حتكون المضخة قد تفسفرت كما هو واضح هنا، حدثت الفسفرة، اوكي، حتخرج الصوديوم الى خارج الخلية. بعد الخروج عندنا هنا خلاص المضخة اصبحت فارقة وما زالت متفسفرة، بتيجي أيونات البوتاسيوم، البوتاسيوم يرتبط بالموقعين، بعد الارتباط حتتحرر مجموعة الفوسفات. نتبع حبايبي هذه الخطوات، متى تكون المضخة متفسفرة ومتى تتحرر، حتتحرر مجموعة الفوسفات كما واضح هنا، خلاص ما في فوسفات، وغيرت المضخة اتجاهها للداخل، جابت البوتاسيوم من الخارج على أساس أن البوتاسيوم يدخل إلى إلى الداخل، وكما هو واضح هنا خلاص أصبحت المضخة فارغة من البوتاسيوم، عملت على إخراج ثلاثة صوديوم وإدخال اثنين بوتاسيوم، وهذه النسبة ثابتة، يعني لو طلعوا ستة صوديوم معناته مفروض يكونوا دخلوا أربعة، لأن النسبة هي ثابتة 3 إلى 2،
ثلاثة بالنسبة للصوديوم، اثنين بالنسبة للبوتاسيوم. فبيكون عندنا خلاصة هذه هي ايه، اظن واضح حبايبي العمل بتاع مضخة الصوديوم والبوتاسيوم، وهذه المضخة تعمل باستمرار لتخرج الصوديوم وتدخل البوتاسيوم، وسبحان الله الذي ابدع في خلقه وابدع في خلق الانسان. اذا حبايب الطلاب يفترض اننا نحن نكون قادرين نجاوب على هذه الأسئلة. السؤال الأول، ما الدور الذي يقوم به الليسوسوم؟ ولماذا لا يخدم الليسوسوم الخلية؟ كل هذا الكلام نحن قلناه وشرحناه تفصيليا، وهنا علي الاستهلاك ATP في مضخة الصوديوم والبوتاسيوم. لماذا تستهلك المضخة ATP؟ لماذا لا تعمل المضخة دون ATP؟ السؤال الأخير، إذا تم إدخال 120 أيون بوتاسيوم فكم عدد أيونات الصوديوم التي تم إخراجها؟ وفقكم الله حبايب الطلاب، وأتمنى أن نكون قد استفدنا من درسنا، وإلى أن نلتقي في درس آخر نشكركم حبايب الطلاب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.